كما تحدث الجبير عن العملية الإرهابية التي دعمتها إيران امتدادا من تفجيرات الرياض إلى دعم الميليشيات المتمردة باليمن بالصواريخ البالستية. وإيران بالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضا دعمت عملية إرهابية في عام 96 في الخبر. إيران أيضا متورطة في تفجيرات الرياض في 2003. إيران تستضيف زعامات وقيادات من منظمات إرهابية مثل منظمة القاعدة بما فيهم ابن أسامة بن لادن. فالآن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 و2231 التي تتعلق بمنع مد السلاح للميليشيات المتمردة في اليمن.